نحن مع الانتخابات ونحرص عليها، ولكن لا نسمح بتزويرها. ولذلك أنا يعني أقترح وأطلب من الناس جميعا أن يسمعوا إلى هذا الكلام ويعوه. لا يجوز لهم أن يسمحوا بانتخابات مزورة، وبحيث نصل انتخابات حقيقية وممكن توفر لنا شيء من الحقوق، أقول يجب على المفوضية أولا أن تعمل تحديث للسجل المدني. السجل المدني ناس مختصون واشتغلوا فيه وشهدوا أن فيه تزوير ما لا يقل عن 1,000,000 اسم ورقم وطني. هذا لابد أن تخرج الناس بقوة أمام المفوضية ولا تتحرك وتعمل يعني اعتصامات مستمرة حتى تقوم المفوضية وتعلن بشكل لجنة محايدة وتحدث هذا التزوير المدني، تحمل له تحديث وتبطل كل الأرقام اللي هي صادشين وغيرها من الأموات وإلى غير ذلك. هذا رقم واحد. الرقم الثاني أن تضمن لنا المفوضية إجراء انتخابات حرة في المنطقة الشرقية والجنوبية. تبين لنا كيف هي بتضمن، هل بتجيب قوات دولية، هل يعني ما هي الطريقة، هل لأن أي واحد يخرج في المنطقة الشرقية يعني بيعمل دعاية ولا بيخرج ضد حفتر ما عاش يلقوه، يغيب عن الوجود أصلا. وقولها أن يمكن هذا عن طريق الزوم، هذا يعني أمر غريب ليس فيه مساواة بين المتنافسين. يعني واحد متنافس صاحب حفتر يعمل خيمة فيها 1,000 واحد ومهرجان وكذا، واحد يقول يتكلم مع زوم يتكلم 20 ولا 30 ولا 40، والشعب العامة الناس كلهم لا يعرفون هذا، ولا يعني هذا ليس فيه إنصاف أبدا. لابد أن تضمن لنا، تقول لنا كيف تضمن انتخابات حرة في منطقة هي غير معترفة بالحكومة من ناحية الحقيقية والواقعية. الأمر الثالث وهو أيضا في غاية الأهمية أنه لا يمكن أن تجي انتخابات بناء على القانون الصادر من عقيلة صالح لفصله على مقاسه وعلى مقاس حفتر، بل يعني لابد أن تجرى انتخابات يعني أولا برلمانية ويصير استفتاء الدستور، وإلا حتى من الآن مجلس الدولة ومجلس الأعلى يستخرجوا من الدستور صيغة الدستور المصاغة من قبل 60، يستخرجوا منها ما يتعلق بحقوق المجلس التشريعي والمجلس الرئاسي، وعلى أساسها تكون هذه قاعدة دستورية بعد أن يتم انتخاب البرلمان أولا، يتم بعد ذلك انتخاب الرئيسي مجلس الرئاسة. هذا هو الحد الأدنى إن كانت المفوضية فعلا هي منصفة أو محايدة وتريد الخير لليبيا.